اول خطوه راح نتبل حلوم. راح نجيب جاط صغير نحط فيه ملعقه عسل كبيره، ونضيف عليهم ملعقه زيت زيتون كبيره، شويه حر خشن، وزعتر ناعم، وراح نضيف عليهم عصرة ليمون. تبلي جاهزة، هنقطع الحلوم. شبنا قالب حلوم حليناه مزبوط، بنقصه بهي الطريقة. نرجع نضيفه على التبلة. نتبل الحلوم مظبوط، وهيك الحلوم صار جاهز للقلي. بهيدا الوقت رح نحضر الافوكادو. رح نجيب حبة واحدة، ونفضيها بالوعاء. على الافوكا رح نزيد بس عصرة ليمون خفيفة مع نقطة زيت زيتون، نطحنهم مظبوط. نحنا ما حطينا ملح كرمال الحلوم، رح يكون شوي ملح. هيك الافوكا صار جاهز، رح نبلش نقلي الحلوم. وهلا رح نخلي المقلية تحمى شوي، ونرجع نضيف عليها الحلوم من دون اي شيء، لانه هي اوريدي متبلة. هيك حمية المقلاية، رح نبلش نقلي الحلوم. حاطين وش تاني وبنشيلهم. هيك الحلوم صار جاهز، بنطفي تحته وبنقلهم على صحن. انا استعملت هذا الساور دو بنكهه الزعتر والبندوره المجففه. رح نعطيهم شويه تحميصه بنفس الطنجره، وناخذ نكهه الحلوم من الزيت اللي كان بالمقلاه. نحط السلايس، نضيف عليها صوص الافوكادو، وهلا رح نضيف الحلوم عليها، وهيك الساندويتش صار جاهز. فينا نسكر بالتوست التاني، وفينا نتركها بهالطريقة.